افتتح معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري اليوم الأحد ورشة إعداد مصفوفة برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع الشباب التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية الـNDI وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية. يشارك في الورشة التي ستستمر لمدة 3 أيام أكثر من 40 شخصا يمثلون جميع المحافظات المحررة والتي ستساهم في تنمية مهاراتهم وتمكينهم اقتصاديا وسياسيا من خلال الشراكة الحقيقية مع السلطات المحلية في المحافظات. وتأتي أهمية انعقاد هذه الورشة إلى خلق مساحات آمنة للشباب من شأنها تنفيذ العديد من البرامج ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع الشباب وترجمتها وفق الأولويات الملحة في كل محافظة. أمة الرحمن العفوري لقناة سهيل الفضائية عدن.